منذ أن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي روتيننا في حياتنا وأصبحنا تحت منظار الأصدقاء والأقرباء، وإن كنت من الشخصيات العامة فأنت تحت أنظار معجبيك، وإن كنت المرشح الرئاسي لأكبر دولة في العالم مثل جو بايدن فأنت تحت مايكروسكوب ينظر منه العالم كله عليك. خلال جولته الانتخابية في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، ظهر بايدن ليلقي كلمته في أحد التجمعات الانتخابية، وكما هي العادة تطرق إلى فيروس كورونا الذي يلتهم حياة مئة الآلاف في الولايات المتحدة. ولكن ما لفت أنظار المتابعين هو طريقة ارتداء بايدن للكمامة أو الكمامة كما نرى في هذه الصورة. فسخرية القدر كانت كمامة بايدن منزلقة عن أنفه طوال حديثه عن التجديد على التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي وارتداء الكمامة، ما جعله هدفا سهلا للانتقاد والسخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ولم تنتهي القصة هنا، وكأن ارتداء الكمامة بشكل خاطئ لم يكن كافيا، فخلال خطابه دهمته حاجة إلى السعال فسعل، ولكنه سعل بأسوأ الطرق، فقام بإزاحة الكمامة وسعل في قبضة يده، الطريقة التي حذر منها العلماء مرارا وتكرارا نظرا لتسهيلها انتقال الفيروس. وما زاد الطين بلة أن بعض رواد السوشيال ميديا استذكروا أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بايدن بارتكاب هذا الخطأ، فحدث له ذات الموقف منذ شهور في مقابلة تلفزيونية، ونبهه المذيع وعلمه على الطريقة السليمة للسعال عبر وضع أنفه على كوعه. متابع. We can turn this crisis into progress. We can contain this virus and fully reopen our economy. We make up 4% of the world's population. And we have 20% of the world's deaths. If we just follow the science, expand testing and tracing, social distancing, washing our hands, implementing nationwide mask mandates, the kinds of investment that will stimulate the economy. ما بين منتقدي بايدن ومؤيدي ترامب وبين من يستهجن بتصرفاته بشكل عام، انهال وابل من التعليقات ما بين الانتقاد والسخرية من المرشح الرئاسي. اخترنا لكم عينة منها، وسنبدأ من أدهم الذي غرد قائلا: ده أنت لو كنت مؤلف فيلم كوميدي مش هتعرف تألف مشهد زي ده. بينما علق ياسر في تغريدة قائلا: أنا بحب بايدن وكنت حدافع عنه في حكاية الكمامة بعد ما كح عملت نفسي ميت. وأخيرا علقت ياسمين على هذا الموضوع قائلة: مع أنها مش قصة كبيرة لكنها فرصة ذهبية راح يستغلها جمهوريين وأتباعهم على السوشيال ميديا ويخلوها سيرتهم من هون لتخلص الانتخابات، والأمريكان خير من يتأثر بهيك تصرفات.